سنة وانتم طيبين إن شاء الله، وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. نحن أول شيء نشوف عمان، مسقط، مطرح، هذه المناطق اللي نحن تربينا فيها وعشنا، هي هذه الدولة. والحمد لله صاحبنا صاحب الجلالة ما قصر أبدا للعاصمة والمناطق الثانية، من مدارس، من شوارع، والحمد لله رب العالمين، والله يطول في عمره يا رب. كل الجميع العمانيين الأجانب، العيد الوطني 47 المجيد، صاحب جلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه. اليوم النهضة إن شاء الله يعني احتفالات الكبيرة، والفرحانين كل الناس العمانيين الأجانب. والله السلطنة في هذه الأيام تحتفل بهذه المناسبة الغالية 18 نوفمبر، ويسرني هذه الفرصة كانت أتقدم الشكر الجزير لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله، وأتمنى له إن شاء الله التقدم للأمام. والسلطان هذه الأيام ما شاء الله كلها أفراح أفراح، والله أتقدم بالشكر لمولانا لأنه ما شاء الله عليه إنسان يعني غني عن التعريف، طور السلطنة كثير وسوى أشياء كثيرة ما كانت موجودة قبل، وهذا يعني شيء إيجابي، ونحن لنا الفخر والاعتزاز بهذا الشيء.